بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 108. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم، وأباح لهم طلب الرزق والاكتساب من وجوهه المشروعة، وسخر لهم ما أودعه في الكون من منافع، وأباح لهم استغلالها والانتفاع بها لتقوم بذلك مصالحهم وتنتظم به معايشهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة عما انتهى بنا إليه الحديث في الحلقة السابقة، وهو بيان أحكام المزارعة على ضوء الفقه الإسلامي المستنبط من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فقد سبق أن ذكرنا تعريف المزارعة لدى الفقهاء بأنه دفع أرض وحب لمن يزرعه فيها ويقوم عليه، أو دفع زرع لمن يعمل عليه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع مما يخرج من الأرض كالثلث أو الربع ونحوه. وليس دفع الحب مع الأرض شرطا في صحة المزارعة على الصحيح من قولي العلماء، فلو دفع إليه الأرض فقط ليزرعها العامل ببذر من عنده صح ذلك، كما هو قول جماعة من الصحابة وعليه عمل الناس. ولأن الدليل الذي استفيد منه حكم المزارعة هو حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر بشطر ما يخرج منها، ولم يرد في هذا الحديث بجميع رواياته أن البذر على المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والذين اشترطوا البذر من رب الأرض قاسوها على المضاربة. وهذا القياس مع أنه مخالف للسنة الصحيحة وأقوال الصحابة فهو من أفسد القياس، فإن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقتسمان الربح، فهذا نظير الأرض في المزارعة. وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع الأرض، فإلحاقه بالأصل الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي انتهى. والمزارعة مشتقة من الزرع، وتسمى مخابرة ومواكرة، والعامل فيها يسمى مزارعا ومخابرا ومواكرا. والدليل على جوازها السنة المطهرة الصحيحة، والحاجة داعية إلى جوازها، لأن من الناس من يملك أرضا زراعية لكنه لا يستطيع العمل فيها واستغلالها، ومن الناس من يستطيع العمل في الزراعة لكنه لا يملك أرضا زراعية، فاقتضت الحكمة التشريعية جواز المزارعة لينتفع الطرفان، هذا بأرضه وهذا بعمله، وليحصل التعاون على تحصيل المصلحة ودفع المضرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المزارعة آصل من الإجارة لاشتراكهما في المغنم والمغرم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: هي أبعد عن الظلم والغرر من الإجارة، فإن أحدهما غانم ولا بد يعني في الإجارة، وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشترك فيه وإلا اشترك في الحرمان. ويشترط لصحة المزارعة بيان مقدار مال العامل أو لصاحب الأرض من الغلة، وأن يكون جزءا مشاعا منها كثلث ما يخرج من الأرض أو ربع ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، وإذا عرف نصيب أحدهما من الغلة فالباقي يكون للآخر، لأن الغلة لهما، فإذا عين نصيب أحدهما تبين نصيب الآخر. ولو شرط لأحدهما آصع معلومة كعشرة آصع، أو شرط له زرع ناحية معينة من الأرض والباقي للآخر لم تصح،
أو اشترط صاحب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي لم تصح المزارعة، لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك ويختص به دون الآخر. ولحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كراء الأرض بالذهب والفضة لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما فيه من الغرر المؤدي إلى التشاجر وأكل أموال الناس بالباطل. فدل الحديث على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الغرر والجهالة ويوجب المشاجرة بين الناس. قال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل وهي التي كانوا يعتادونها. قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. انتهى. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة هذا الأسبوع، فإلى القادمة في مثل هذا اليوم إن شاء الله لنتابع لكم الحديث في موضوع آخر من مواضيع الفقه الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.